ترددات جديدة تجهيزاً لإطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدم 5G A، والتي تعتبر التقنية الأحدث والأعلى مستوى في قطاع شبكات الاتصالات، أصدرتها اليوم الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. اليوم احنا يعني بمناسبة صدور قرار الـ 5G Advance وقرار ان راح نوقف الـ 3G لإتاحة الفرصة لاستخدام الترددات اللي موجودة للاستخدامات المثلى بين شركات الاتصالات. طبعا تعرف في طلب كبير على السرعات ومواكبة التقنية، مثل ما تكلمنا قبل شوي الكويت الحمد لله مركز أول لمدة عامين متواليين على مقياس الـ IDI اللي هو تنشره منظمة الاتصالات العالمية. اليوم مثل ما قلت لك في قرارين صدروا وموافقة عليهم اللي هو الـ 5G وتوقف الـ 3G، بالإضافة إلى منح تردد جديد لشركات الاتصالات بحيث يكون عندهم مدى أكبر لتقديم خدمات أكثر. الحاجة لسرعة اتصالات أكثر، التطبيقات اللي قاعد تستخدم الإنترنت أكثر، من تطبيقات ذكاء صناعي، تطبيقات إنترنت الأشياء، للاستخدامات الأخرى للتواصل، الحوسبة السحابية، كل هذه تحتاج ساعات كبيرة للمستخدم اللي يستخدم. الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات قامت بإجراء عرض تجريبي لبدء تطوير البنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات 5G إلى تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم 5GA، حيث ستقوم تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدم بتعزيز مكانة ريادة دولة الكويت في تبني آخر التطورات التكنولوجية الحديثة. المفروض في الخدمة هذه أن راح تبتدي الشركات تجهز إخلاء بعض الترددات، توزيع بعض الترددات، استيراد الأجهزة للترددات الجديدة، بحيث أن إن شاء الله خلال 9 شهور يكون متوفر الترددات الجديدة وإخلاء للجيل الثالث. وتكمن أهمية هذا الحدث في عرض تجارب استخدام الخدمات الحديثة على شبكات تقنية الجيل الخامس المتقدم 5G A، كما تمثل هذه التكنولوجيا خطوة نحو تمكين استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز والفيديو ثلاثي الأبعاد والخدمات السحابية. نواف شراكي، قناة الأخبار. للاستفاضة مشاهدين أكثر حول هذا الموضوع الهام وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس عبدالله العجمي. حياك الله مهندس عبدالله. بعد التحية مهندس عبدالله، يعني ياريت لو ناخذ فكرة أو معلومة بسيطة عن هذا التردد القادم أو الذي سوف يجتاح السوق قريبا إن شاء الله. هلا والله، راح أسوق نواف للمشاهدين. اليوم احنا اعلنا عن صدور القرارات تنظيم الترددات. تعرف التردد من المصادر المحدوده، كل فتره وفتره يطلع تنظيم في هالموضوع. اليوم اعلنا عن اطلاق ترددات جديده واعاده استخدام بعض الترددات الجديده بحيث يتيح لشركات الاتصالات المحليه انها تبتدي تجهز لاطلاق خدمه ال 5G الادفانس او المتقدمه. نعم مهندس عبد الله، يعني هذا الاصدار او هذا التردد الجديد الذي ممكن ان يكون متوفر في السوق بشكل عام، الى اي مدى يمكن ان يؤثر على خدمه الافراد او المستهلكين الغير متمكنين او الغير حاصلين على التردد الاخير او الاحدث؟ طبعا هذا تجهيز لاستخدام التردد هذا راح يساعد في زياده السعه والسرعة في استخدامات الإنترنت والتطبيقات. تعرف الحين التطبيقات تزداد أهمية للأشخاص وللأعمال. عندك تقنيات جديدة قاعدة تدخل في الأسواق العالمية، من ذكاء صناعي، من حوسبة سحابية، من إنترنت الأشياء اللي تستخدم الإنترنت. صار الإنترنت عامل مهم في حياتنا سواء كأشخاص أو كأصحاب أعمال. تحتاج سعات أعلى، تحتاج سرعات أعلى من السرعات اللي موجودة حاليا. نعم. وهذا اللي خلانا نرد نوزع الترددات ونخصص الترددات الجديدة لشركات الاتصالات بحيث إنه يكونون جاهزين مثل ما أعلننا اليوم إنه خلال 9 شهور تكون جميع الشركات جاهزة لإطلاق الخدمات. نعم. شبكة الجيل الثالث سيتم إيقافها من قبل الهيئة بمدة أقصاها يوليو أو يونيو من العام المقبل. ما هي خطط الهيئة لاستخدامات تلك الترددات بعد عملية الإيقاف؟
طبعا الجيل الثالث هو الجيل الثالث من سرعه الانترنت، كان متوفر من فتره طويله. بالمراقبه الجيل هذا بدا الاستخدام يقل جدا بعد اطلاق الجيل الرابع وبعد اطلاق الجيل الخامس، وانت تعرف الترددات هذه هي محدوده. احنا قبل سنه تقريبا طلعنا قرار عدم استيراد اي اجهزه تدعم الجيل الثالث تجهيزا للسوق. نحتاج الترددات هذه عشان نحط عليها السرعات العاليه سواء من الجيل الرابع او الجيل الخامس، وفي فتره سماح لمده 9 شهور اذا في احد الى الان يستخدم الجيل الثالث يقدر يحول الى الاجيال الاسرع. نعم، رئيس الهيئه العامه للاتصالات وتقنيه المعلومات بالانابه المهندس عبد الله العجمي، كل الشكر لك على هذه الايضاحات.